مخلص البحيري. مخلص البحيري أو سيد كشري كما كان يطلق عليه الجمهور نظراً لنجاح تلك الشخصية والتي قدمها من خلال المسلسل الشهير لن أعيش في جلباب أبي. مخلص البحيري الموهبة التي عاندت كثيراً حتى وصلت إلى مبتغاها وهو الوقوف أمام الكاميرا، فهو يعد من ضمن الفنانين الذين تركوا مهنتهم الأساسية وما وصلوا له من أجل أن يكتمل حلمهم كفنانين. لم يسعفه الوقت أن يصبح من نجوم الصف الأول، ولكن الأدوار البسيطة التي أداها باقتدار تركت بصمة وعلامة في العمل الفني. حياته الفنية بسيطة، ولكن نهايته لم تكن بالبسيطة أبداً، فقد كانت مأساوية جداً. اليوم ومن خلال تقريرنا التالي سنتحدث عن الفنان مخلص البحيري أو الدكتور مخلص، وسنسلط الضوء على أهم أعماله الفنية، وسنتحدث بالتأكيد على نهايته المأساوية، فتابعونا. إذا كانت هذه هي المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضاً لا تنسوا عمل إعجاباً للفيديو. مخلص مصطفى البحيري أو مخلص البحيري ولد يوم 15 سبتمبر عام 1943 بمحافظة الجيزة. حفلت حياة مخلص البحيري بالعديد من التنقلات كما هي الحال في مسيرته الفنية، فمنذ ولادته وهو يخطو خطوات جادة كطفل ثم شاب ناجح دراسياً، أهله ذلك لدخول كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة حتى تخرج ولسنوات طويلة في وزارة الزراعة كطبيب بيطري. لكن حبه للفن دفعه للدراسة بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج عام 1973. شارك في بعض المسرحيات في البيت الفني للمسرح، ولم ينسى منطقته البدرشين التي نشأ فيها، فقدم فيها مسرحيتين، وتأتي بداية الثمانينات التي كانت الانطلاقة الحقيقية للبحيري من خلال اشتراكه في عدة أعمال تلفزيونية لاقت رواجاً كبيراً، واستطاع بأدواره أن يلفت الأنظار إلى موهبته. بعد ذلك بزغ نجم البحيري في حقبة التسعينات حتى 2001 باشتراكه في العديد من الأعمال الهامة التي يحفظها له جمهوره إلى الآن، مثل سمك لبن تمر هندي، أيام الغضب، الإمبراطور، سيداتي آنساتي، حكايات الغريب، ناصر 56، أيام السادات، الكومي، جواز بقرار جمهوري، الساحر، الفجالة، أرض الخوف، زيزينيا الجزء الأول والتاني، أوبرا عايدة، ألف ليلة وليلة، كوكب الشرق، رد قلبي، خالتي صفية والدير، ولن أعيش في جلباب أبي. على الرغم من اشتراكه في الكثير من الأعمال الفنية إلا أنه طوال حياته لم يقدم أي عمل فني من بطولته المطلقة كالكثير من أبناء جيله. شهرته الكبرى كانت من خلال دور سيد كشري الذي قدمه عام 1996، وكذلك تعد شخصية الكاتب محمد حسنين هيكل التي لعبها البحيري في فيلم أيام السادات للراحلين أحمد زكي ممثلاً ومحمد خان مخرجاً. واحدة من أبدع الشخصيات التي لعبها وأجاد في تجسيدها كان ذلك عام 2001. ظل يتنقل من الدور تلو الآخر حتى عام 2001 بالتحديد يوم 29 أغسطس، حيث توفى الفنان مخلص البحيري عن عمر يناهز 58 سنة، وزوجته كريمة لبيب 49 سنة، ونجلهما مروان 10 سنوات في حادث تصادم تعرضت له سيارتهم التي كان يقودها البحيري بنفسه مصطحباً أفراد أسرته إلى الأسكندرية لقضاء أيام في الساحل الشمالي. وأمام قرية أبيس قبل مدخل الأسكندرية فوجئ بسيارة أجرة تقطع الطريق أمامه مما أفقده على عجلة القيادة، فانحرفت السيارة بشدة عن الطريق وانقلبت ثم استقرت في مياه الملاحات. كما أصيبت في الحادث ابنته مي 14 عام وشقيقة زوجته عندليب لبيب محمد. ونحن بدورنا نتمنى من الله أن يرحم الفنان مخلص البحيري وأسرته.